استاذه مي، مساء الخير. اهلا وسهلا دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ واحنا بنتكلم عن هذه المبادره، مبادره التمويل العقاري، المبادره الرئاسيه بفائده 3% وهذه الشروط. نسمع يعني نصيحتك للناس يا استاذه مي، وانت يعني في موقع المسؤوليه، يعني اللي عايز يستفيد من هذه المبادره يعمل ايه؟ هو احنا طبعا يعني كصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بننزل اعلانات دوريا، وطبعا بمناسبه صدور المبادره اكيد هننزل اعلانات قريبا بعد العيد، وحدات متنوعه على منخفض ومتوسط الدخل. طبعا دي ممكن هيكون فيها اختيارات كتير على مستوى الجمهوريه للناس اللي عايزه تتقدم. طبعا لو الحاجات اللي فيها مش مناسبه حد او حد عنده رغبه ان هو يشتري وحدات في اماكن اخرى، المبادره متاحه مش بس الوحدات اللي بتنفذها الدوله، لا دي متاحه لكل الوحدات اللي بينفذوها المطورين العقاريين او حتى القطاع الاهلي، شقه في عماره، اي حاجه يعني، بس المهم تكون مرخصه قبل التسجيل وتكون في الحدود السعريه وحدود الدخل المحدد. فده متاح وده متاح. الدوله بتحاول تغطي الفجوات، الحاجات اللي ما بيكونش فيها عرض كافي في السوق. الناس بتقول ما فيش وحدات ب 350,000 في السوق، لا احنا هنطرح وحدات بتبتدي من 165,000 لحد 310,000. تبتدي من كام يا استاذه مي؟ انا بقول بنبتدي من 165,000 ل 310,000 جنيه. القسط ممكن يكون مثلا في حدود 400-500 جنيه يعني. في بعض الوحدات اللي هي الاقل خالص ال 165,000 دي. جميل جدا. طيب طبعا هذه المبادره زي ما احنا يعني شفنا في الشروط انها معموله للسكن الشخصي، مش يعني مش موسميه، مش للاستثمار ولا وحده مصيف ولا كده، لانه ده يعني فيها دعم كبير قوي. يعني ال 100 مليار جنيه اللي البنك المركزي مقدمهم دول هيكون عليهم دعم من عنده يمكن يجاوز ال 100 مليار جنيه على مدار ال 30 سنه يعني. جميل. دوركم انتم كصندوق هيبقى ايه في هذه المبادره؟ هو طبعا احنا بنطرح عدد كبير من الوحدات، احنا طرحنا 14 اعلان سابقا، هنطرح الاعلان ال 15 او يعني في الفترة اللي جاية إن شاء الله. زي ما قلت لحضرتك غالبا هنبقى بعد العيد كده إن شاء الله، نتيح كراسات في مكاتب البريد، وحدات متنوعة، كل وحدات منخفض الدخل لازم تفوت عن طريق الصندوق، حتى لو العميل هيجيب وحدة هو وهيتعامل من خلال بنك، برضه البنك في الآخر بيبعت لنا عشان نتحقق إنه مفيش سبق استفادة وإنه الشخص مستحق، سواء من ناحية الدخل او السن او انه ما بيمتلكش وحده، ما خدش وحدات قبل كده سابقه في اي مشروعات من الوزاره، عشان اللي بياخد سكن مدعوم بشكل كبير لازم يكون يعني حد اول مره يعني ياخد شقه ومحتاج حل شقه سريع يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي.